موقع اليمن تطرق في تقرير له إلى الاحتفالات العفوية الواسعة التي شهدتها المحافظة اليمنية بمناسبة الذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر، رغم حملات التقطع التي تعرض لها المواطنون من عناصر الحوثي في صنعاء وإب. وفقا للموقع، فقد قدمت حالة الالتفاف الشعبي حول ثورة سبتمبر رسائل تحذيرية لكل الجماعات المسلحة التي تحاول منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 8 سنوات النيل منها والعودة بالوطن إلى عهود الكهنوت والاستبداد وتجهيل الشعب واستبداده. ولفت اليمنيت إلى أنه على الرغم من حالة الترهيب التي شهدتها شوارع صنعاء بعد قيام مسلحين حوثيين بمصادرة الأعلام وتنكيسها وتمزيقها في عدد من أحياء صنعاء، خرج العشرات من المواطنين يتحدون الحوثي ويتجمهرون في شوارع صنعاء رافعين العلم الوطني ومرددين الأهازيج الوطنية احتفالا بثورة سبتمبر.